يسعد اوقاتكم متابعينا ومشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج بانوراما الخليل. الحلقه اليوم راح تكون كلها عن الخطوط العربيه، وعن كمان تفاصيل كثير مميزه ورائعه مع صديقنا نادر شويكي، يلي هو عمل من موضوع الكتابه انه يعمل كتابات، وبالاضافه الى انه يعمل من الكتابات هاي رسومات واشكال مميزه ورائعه. راح نتعرف اكثر على هذا الموضوع، وراح نتعرف اكثر على نادر شويكي، كيف تعلمها وكيف بلش فيها، والخطوط العربيه بالتحديد كمان يعني بدها انسان يكون ملم في كل شيء، في تفاصيلها وفي كيفيه كتابه الخطوط العربيه. لهيك خلينا نرحب في صديقنا نادر شويكي. يسعد مساك نادر، كيفك؟ مساك وقتك، الله يبارك. شو اخبارك؟ تمام بخير. اهلا وسهلا فيك في بانوراما الخليل. اهلا وسهلا. نادر، اول شيء بدناش نحكي عن الخطوط العربيه ولا انواعها، بدنا نحكي بس عن نادر شويكي. مين هو نادر شويكي؟ قديش عمره؟ وشو دارس؟ وبعد ذلك اكيد بدنا نكمل لحتى نتعرف احنا والمتابعين على موهبتك الرائعه والمميزه. انا اسمي محمد نادر شويكي، اسم مركب محمد نادر، حفظي شويكي، عمري 24 سنه، درست، خرجت من جامعه خليل لغه عربيه، حاليا موظف لغه عربيه. أستاذ. أستاذ، صحيح. أستاذ. طيب، بالنسبة لموضوع اللغة العربية، موضوع كبير جدا. صحيح. واللي ممكن يشوف ويتابع الحلقة بقول لك لغة عربية معناته في كثير من التفرعات اللي موجودة. فأنت صحيح. اخترت التفرع اللي هو الخطوط، إنك أنت ترسم، وإنك أنت تعمل أشكال هندسية كمان، وأشكال ممكن تكون فنية عن طريق الخطوط. كيف بلشت وكيف بلشت الموهبة؟ من أي عمر بلشت فيها؟ الحقيقة اللغة، الخط العربي كان سبق اللغة العربية عندي. الخط العربي كان في الصف السادس، كان لنا حصة فن بالمدرسة، تحولت لحصة خط، فمنها كانت البداية. كيف سبقت كيف الجامعة بكثير. الأستاذ طبعا هو والدي، وجه له تحية، أستاذ حفظ شويكي، حول لنا حصة الفن لحصة خط، فمنها كان خط الرقع العنوان. فمنه من هذه الحصة نشأنا، أخذنا تقريبا 4 أشهر الخط. والدي بعد ذلك انا طريت اكتب، انه هو برضه كان يكتب، فكنت احاكي بالكتابه، مش بس خط الرقعه، عده خطوط. فشجعني، طبعا كان الكتب منه متوفره والاقلام، كل شيء كنت اساله، فالحمد لله كانت عندي الظروف متوفره اني اكمل بالخط. وبعد هيك اكيد يعني انت زي ما حكيت مشيت في الموضوع واخترت تخصص اللغه العربيه جنبا الى جنب مع موضوع الخطوط العربيه. صحيح. اكم من نوع خط بتكتب ولا كل انواع الخطوط؟ الحمد لله تقريبا كلهم، فتره قصيره وان شاء الله بخلصهم جميعهم. جميعهم ان شاء تمام. الله. طيب، لما نحكي عن خطاط معناته بنحكي عن واحد ملم في افكار، ملم كمان في طريقه فيها الذوق في انك تكتب، ويكون الواحد باله رايق. تمام. فبدنا نسألك، كيف بتجيك الفكرة انك انت تكتب؟ كيف بيجيك الفكرة انك انت كمان تعمل الخط اللي ممكن انه يكون بمحله؟ حاليا الخطاط لو تبع فقط القواعد الأساسية وكتب ممكن ما يكفي، لأنه الخطاط لازم يكون عنده ذوق ويكون عنده إحساس. طبعا كلها متوارثة من الخطاطين الآخرين، لكن كل واحد لازم يحط نفس، زي ما نحكيها النفس أو الذوق في هذا الخط. الأفكار بتجي مباشرة، يعني واحد بتخطر على باله فكرة معينة فبيضحى بالخط. كيف تجيك الفكرة؟ وين بتكون؟ مثلا بكون مثلا بشاهد تلفاز، بشوف رسمة معينة أو بشوف فكرة معينة، تلقائيا تتحول من الخط، من خلال أحرف الخط لهذه الرسمة أو لكتابة معينة، موضوع معين، بتحاكي عدة أشياء. موضوع الخط زي ما أنت ذكرت إنه هو بده فن وبده ذوق في نهاية المطاف، ولكن أكيد في قواعد. أنت القواعد هاي من وين ألميتها ومن وين نميتها كمان؟ طالعت كتب؟ أنا بشوف كمان إنه عندك كمان كتب، وكمان عندك بعض المساعدات اللي أنت حاططها في نفس الغرفة اللي أنت بتكتب فيها. هذه الكتب أخذتها عن والدي، وفر لي إياها. طبعا بعض الكتب عمرها 30 سنة و 25 سنة، من أيام بيت لحم، من كتب من بيت لحم. طبعا كل الشرح عليها موجود، القواعد الأساسية للحروف، كيف تتوالد الحروف من بعضها، كيف اتجاه الحروف مع الأحرف الأخرى. وطبعا كنت أستعين بوالدي وكيفية اتجاه الأحرف. فالحمد لله. طب بيطلع في إيدي خط زيك ولا؟ طبعا. انا خطي سيء جدا. راح يطلع لي لك يعني انا بيحكوا لي زي روشيته الدكتور دائما. لا خاص من حاصلنا خط، لانه انا بعطي حاليا دورات، صار لي 3 سنين باخذ دورات خط، يعني بيكون في تحسن في الموضوع. في منهم حاليا بيعطوا، عندهم صغار بالعمر لكن بيعطوا الطريقه اللي كنت اعطيهم اياها،
وما شاء الله يعني في منهم خطوطهم رائعة جدا. رح نتكلم عن موضوع الخط وموضوع الرسومات. يعني أنا شفت بعض الرسمات مثل هاي الرسمة عن الموشحات، طبعا موشحات لفيروز، موشحات لحدا من الكتاب، بتكتب الموشحات ولكن في طريقة رسم. طبعا الرسمة بيكون فيها عبارات وبيكون فيها موشح، ولكن لازم الواحد يدقق فيها. طبعا رح نحكي عنها، بس أول شيء رح نروح إحنا والمتابعين المشاهدين نشوف بعض من أعمالك ونشوف كيف أنت بترسم وآلية الرسم، بعد هيك بنرجع. شاهدنا وتابعنا طبعا مع صديقنا نادر شويكي الكتابات والخطوط وكمان الرسومات يلي انتو شفتوها. طبعا بالمناسبة كل الرسومات اللي انتو شفتوها عبارة عن خط عربي موجود جوا هاي الرسمة، للي بيتمعن فيه بيعرف التفاصيل اللي موجودة، وبالإضافة كمان لبعض المحتويات اللي موجودة داخل غرفته المتواضعة واللي بنظري هي متواضعة ولكن تحمل كثير من الشغلات المميزة وراح نتحدث فيها. نادر، يعني الموشحات والكتابات الهندسية اللي انت عمالك كتبتهم وشفناها وتابعناها، كيف تكتبها ومن وين تعلمتها وكيف الطريقة؟ من خلال الاطلاع على الكتب وعلى الخطاطين وعلى الرسومات، طبعا اكيد استعنت فيهم. هذا الشغل الواحد لازم يعتمد على الخبرة. فرأيت بعض الامور كانت جدا جميلة، الرسمات، الرسم بالخط، فحكيت الخطاطين وحكيت الرسامين انه الرسم مع الخط. كانت الرسمة تكون إطار خارجي مثلاً، داخل الرسمة تفرغ الخط، سواء أحرف أكثر من خط أو عبارة عن موشح أندلسي أو شعر عربي، والأغلب كان آيات قرآنية، فمنتج عندنا شكل رسمة من هذا الخط. وهذا بياخد منك وقت ولا إنه؟ طبعاً بياخد. قديه ممكن الموشح إنك تكتبه؟ حسب يعني حسب في رسومات تقعد 5 أيام 6 أيام، والمشكلة إذا كنت تكتب آية قرآنية وتغلط بكلمة واحدة جوا الرسمة شو بصير؟ خلاص خربطها هيك زي ما بصير بنشوف خربطها، يعني 4 أيام 5 أيام 6 أيام بيروح على الفاضي الشغل. إنه هذا آية قرآنية. هلا أنا كنت أشوف في بعض المسلسلات في بعض الأفلام إنه الواحد بيكون يكتب 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 في الآخر آخر تعب إشي بيخربط بيعود موزع الورقة وبيمزع. هذه آية قرآنية ما فيها تحريف. لا مش إنه إنك أنت تمزعها وتكتبها، ولكن في النهاية إنه عملك كله بيروح وبتعود تعيد من أول وجديد. أكيد صح، لكن الواحد كل ما عاد كل ما اكتسب خبرة كل ما اكتسب أشياء جديدة. ممكن بنفس الفكرة إذا ما مثلا مزعت الورقة وكتبت شغل يمكن تجيني فكرة ثانية أجمل. لكن شوف انا بعتمد هذا الموضوع في انه لما اكون انا اكتب نصوص مثلا كل ما حذفت نص وكتبت نص ثاني بيطلع الثاني افضل. صحيح. فهو ممكن كمان في نفس الشيء في الرسمه. طيب انا شفت وانت حكيت لي كمان انه المواد الرئيسيه اللي انت بتستخدمها هي من صنعك من ايجادك. طبعا بالنسبه للالوان، بالنسبه للريشه، للخط، احنا شفنا كلهم هذول يدويات انت سويتهم واشتغلتهم اغلبهم انا. طب ليش يعني وكيف اجت الفكره وكيف تعلمتها؟ بالنسبة للخط، للأسف فلسطين مواد الخط الأقلام أو الحبر أو أي شيء بيتعلق بالخط ضعيف جدا، نظرا لقلة وجود الخطاطين يعني أو وجود جهة تعتمد هذا الفن أو هذا العلم القائم. فبعض الزملاء يعني شجعني أن أعمل هذه الأمور، تبعت الخطاطين، تبعت كيفية صناعة الحبر، كيفية قص الأقلام،
خصوصا الاقلام المعدنيه ان شاء الله بنوجهها للمشاهدين، لانه عندنا ما في عندنا هذه الشغلات، او لو كانت موجوده غير متوافره بكثره يعني، ومكلفه جدا. فبدك تتصل مع مثلا خارج فلسطين، مع دول الخليج او تركيا، وتستنى عده اشهر لتصلك هذه الامور. الحمد لله بفتره يعني قصيره تمكنت اني اعمل هذه الاشياء بنفسي، وحاليا انا بوردها لطلابي مثلا لمكاتب بالخليج. ما شاء الله، يعني انت واحد من الناس اللي بيقول فيش اشي مستحيل ان شاء الله نكون. هذا انا الاشي فعلا بنبسط عليه لما اشوف شاب مثلك ومثل بقية الشباب اللي ما بوقفوا عند نقطة محددة، انه بتذرعوا في الفشل في انه مش موجود. لا، انت اذا بدك تكون ناجح بدك تعمل البدائل لحتى توصل وتنجح. يعني بعض الخطوط انت حكيت بتتطلب بعض الالوان اللي مش موجودة، ولكن انت عشان تتجاوزها تواصلت مع حدا يدلك على الطريقة وسويتها، وهذا إشي كثير رائع وكثير مميز. طيب يا نادر، يعني أنا شايف إنه إن شاء الله في لك مستقبل واعد بإذن الله. شو ناوي تصير؟ هل ممكن نشوف معرض دولي أو معرض على مستوى الوطن لك لرسوماتك لأعمالك؟ إن شاء الله هذا الفن والأعمال كلها تكون بتطور زي ما كنت مشيت بالطريق. إن شاء الله أكمل هذا الطريق وربنا يكتب لنا فيه الخير ويسهل علينا. حاليا انا مشترك بعدة انديه وعندي عده نشاطات في مجموعه فن التشكيل اسمها حنين. ان شاء الله اخذنا الوزاره، اخذنا الرخصه المعتمده من الوزاره، وممكن نشارك خارج فلسطين بمؤتمرات او معارض فنيه، وان شاء الله تكون فاتحه خير. نتمنى لك التوفيق، وانبسطنا كثير بوجودك معنا نادر، ويعطيك الف عافيه. واكيد رائع، والى الامام بتمنى لك مزيد من التقدم. شكرا من كثير. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه. شكرا لك، واكيد شكرا لكم متابعينا ومشاهدينا. واكيد يعني هو وصل رساله غير مباشره لكل اللي بتابعنا وكل اللي بيشاهدنا، خاصه الشباب واللي ناوي انه يعمل ويجتهد، انه ما في شيء مستحيل، بامكانك انك تعمل من اي شيء شيء انت تفتخر فيه، ولكن بدها شويه اصرار وشويه متابعه. بنتمنى لكم دائما وابدا متابعينا الكرام اجواء طيبه، وبنشوفكم بحلقات اخرى قادمه من بانوراما الخليل. الى اللقاء.